كل واحد غادي يسولني اللي غادي يكون باغي يتقدم بالنسبه لهذاك نتاع السنه، ما غاديش نخلص الموضوع نتاع التوليه فابور لا نعطيوليها فابور بلا. هذا هو الكلام تاع المغاربه ديما، كيف كاين كيف ما كاين ديما كتسمع الحمد لله. الحمد لله رزق الله. السلام عليكم ورحمه الله. راني نعيش واحد التجربه اللي اقترحها عليا واحد الدري صاحبي، هو نعيش راني كنقربت من السوق على هذا كيف هذه الدنيا عامره، ما عرفتش البلاصه فين غادي نقدر نوقف، نشوف كيفاش ديال الاجواء، شي بلاصه يمكن ليا نقدر نوقف فيها، نشوف واش نقدر نبيع او لا، نشوف واش كيفاش يدوزوا الناس النهار، كيفاش تيقدروا يتواصلوا مع الكليان والكليان وكل شيء. المهم بقى معايا دابا السوق اللي جات ليا، راح نطلع كنت ديرت قبيله معنا وطاحت ليا هذه الفكره هذي. اوكي علاش لا ندوز واحد النهار ان شاء الله. السلام عليكم. ايوا هاني وقفت وفرشت داكشي اللي عندي. ها هي هاد اللعيبه ديال السيد روبو، واحد اللعيبه شتا هما تاع فاخر تاع السنان كما تشوفوهم هما هادشي اللي كاين. هادي تقريبا واحد الربع في شي 20 ولا 21 بياسة مجموع، هو هذا فيه الكيسان ديالو كلشي ديالو. تيجي عندنا وحدة أو ميسر بدا الناس بدا تيدوزو تيشوفو المسائل، خلاص ربما سعيد جبات شي حاجة مرحبا علاش لا ندوزو نشوفو هاد النهار كيفاش بيدوز عندنا. يكون خير الله يسر، حنا ما تيهمناش شنو بعنا ولكن تيهمنا نشوفو كيفاش كيدوز لا جورني يوم نتاع البائع المتجول، كيفاش كيدوز كيفاش كيدوز السوق عندو. حنا كنشوفو هدا هو لا جورني ديالنا، نتمناهم الله يدوز كلشي على خير والله إلا بعناهم علاش لا، إلا بعنا هاد المسائل اللي قلتو على علاش لا دابا تشوفو هنا وحنا غنشوفو. دابا هادي شحال هادي شي جوج وشي حاجة، ونشوف شحال غنقدرو نقعدو واش غنقدرو نديرو شي حاجة ولا لا، والتعامل مع الكليان كيفاش غادي نقدرو نتعاملو معاهم، والكليان تا هما شنو كيطلبو واشنو كيحسبو علاش كيجيو هاد الشخص، شنو هما حوايجتهم الحوايج ولا لا اشنو كاين. فوالا هادشي اللي بغينا نشوفو اليوم كيفاش غيدوز بلا جوع. هنا كيفما كتشوفو بعد مرور 22 دقيقة باقي تقول شي واحد جا قال لي سولنا ولا كاين شي حاجة، كيبان ليا ناعس لكن ما عرفنا. بسم الله عبد الرحمن على الله وشوفوا الرزق شنو غايدير الرزق والله. يمكن لا جينا شويه معطلين تحت الفكره معطله يمكن ضمن هادشي اللي كاين لا تحت الفكره شويه معطله داكشي. كما كنشوفوا لقينا واحد السيد من الناس اللي خدامين هنا تبارك الله في هذا السوق، وبغينا ناخذوا من عنده واحد الارتصامات. ما غاديش نبينوا ليه وجهه بطبيعة الحال، هادشي تيبقى حتى في السوق كنبان لك ياك. واخا قول لي كيفاش داير السوق هاد الايامات، كيفاش داير السوق اخويا؟ شحال نقول لك هاد الايامات كاينه داخله دابا تسلعه ديال على برا، دابا داخله تسلعه ديال على برا هي اللي كيقدروا فيها الناس مزيان، دابا داخله تسلعه ديال على برا موجوده هنا في السوق. وبالنسبه للتسلعه ديال البلاد شويه ماشي الخدمه ديالها شويه ما ماشي عليك عليك هاد الايامات كانت شويه الامور مزيانه شويه تقريبا واحد راه الشهر كانت القضيه مزيانه شويه، دابا ناقصه القضيه شويه، دابا الناس معقده مع الدخول المدرسي داكشي اللي شويه مشوره شويه والحمد لله هادشي اللي غادي نقول. والحمد لله هذا هو الكلام تاع المغاربه ديما، كيف كاين كيف ما كاين ديما كتسمع الحمد لله ورزق الله ورزق الله هادشي اللي كاين. هذا هو المغاربه كيفاش تعجبو الناس كنحاولوا نعيشوا هاد التجربه هاد النهار نشوفوا كيفاش بيدوز. الله يكون في عوان تكون الشمس على الناس يكونوا بزاف العوامل الحراره كيفاش تدوز هاد الايامات ديالك؟ تقريبا غتحطو كل نهار ولا السبت وحد هنايا والايام اخرى كنديرو الشارع المحامي المحامي. الله يسخر السوق في المحامي اللي كاين في مدينه مراكش كيف ما كتشوف.
والله يسخر الله يجيك. هادشي اللي كاين طلبات كثيرة خويا. بارك الله فيك وياه. ترزق الله كل شيء ترزق. الله مولانا. كنظن هاد الوقيتة اللي جيت الساعة معطلة. شوية شوية دابا السوق دابا تيبدا يخف تيبدا يخف دابا السوق. تقريبا تيبدا 10 11 12 حتى الوحدة تكون السوق هابط. هكذاك أنا ما جيت حتى لشي جوج هنا نكون السوق شوية خويا كنرزق مولانا. شكرا بزاف اخويا. بارك الله فيك. تنشكرك بزاف. بارك الله فيك. الله يحفظك العزيز. على اختك تنديروا واحد التجربه اجتماعيه تيشوفوا الناس كيفاش يدوز الناس انت هو كتحاول الناس ما حطوا راه ديال صباح راه هي هي اللي قاب راه كان اول واحد اول سيده جات وقفات هنا هي هادي تما اسمح لها لا شخصي في هذاك تاع السنان اجي تشوف معايا ماشي مشكل لا سينيور كديري غنوريك الطريقه هادي هي اول سيده وقفات عندنا من بعد 22 دقيقة جات سولتنا بعد هاد السيدة تنقولوا واش الحمد لله جا شي عيد سولنا مزيان الفكرة اللي طاحت لينا اللي هي أول واحد غادي يسولني بلي غادي يكون باغي يتقدا بالنسبة لهداك نتاع السنان فما غاديش نتخلص من عندو غادي نعطيو ليه فابور الله نعطيو ليه فابور أي واحد ماشي يسول مي يكون باغي يتقدا فما غاديش نتخلص من عندو غادي نعطيو ليه فابور تما قلت لك هادشي اللي غنقدرو نشوفو شكون هاد صعيد الحظ اللي غادي يكون من النصيب ديالو أو صعيد الحظ اللي غيكون من النصيب ديالو هذا من ديال السنان صراحة راه زوين حيت غيطيح كل صعيد سمع فابور هو يبدا يطيح غادي نشوفو شكون اللي غيكون من النصيب ديالو هاد البلان هذا يلاه خليكم تعامل معنا هاد السيد هذا الله يعمر هذا مول هذا الباراسول قال لي انا خليك هذا الباراسول هنا حيت شفت عليك وعس على السلعه قال لي سير جيب السلعه ديالك ها هي سير جيب السلعه ديالك حطها هنايا بعدا في الطريله الله يحميه الوالدين بارك الله فيك صافي مزيان هادي هي البلاصه اللي جيت تحولت ليها خلا هي سيد الباراسول الله يعطيها الخير باقي الناس الحمد لله كتسول شويه ماشي بحال ولكن بعد مرور تقريبا واحد الساعه في المكانه كاين شويه الناس كيسولوا ولكن تيبان لي على ما نشوف الدنيا خوات عرفتي الدنيا خوات شويه شي بحال قبيله فاش جينا كاين الناس اللي كانوا هنا راه جمعوا شوف على هادهم شفتهم الله المهم زيدو مازال واحد التويعه في المكانه شوفوا لا جورني كيفاش بيدوز ان شاء الله تعالى اللهم يسر هذا تقريبا شي ساعة ونص ولا ساعتين في المكانه جات واحد السيدة كيف ما قلنا أي واحد أول واحد جا سول وكان باغي يشري غادي نعطيه لوكادو ديالو سواء كان غيشري سواء ما كانش غيشري ولكن ليسونسيال كان سولنا على الثمن جات السيدة عندنا اللي هي هادي أستاذة ذكرينا بالسمية لبنى صرفي لها لبنى من مراكش ولات خدات من عندنا هذا الميكسور اللي هو هذا كيف شفتو كتخدم في الماء وكل شيء وفيه ميكسور وميم طون ميلونجور خفتي باش ما يطيحش ليك دونك الكادو ديالها غيكون هو هذا مع الشتاء ديالو فوالا صحتك وراحتك وتنشكرك وكان لينا الشرف اللي جيتي تقدمتي من عندنا شكرا بزاف بارك الله فيك حتى الثمن راه لقاتو كانت خدات هذا اللي هي هذا الميكسور كيف ما غادي نوريو لكم بواحد الثمن اللي هو بطبيعه الحال عارفه الثمن شحال ودابا راه لقاتو بواحد الثمن اللي خيالي ما غاديش تبقى بحالو اكيد مرحبا بها النمره راه غنعطيو عليها واي حاجه كانت باغيها راه غادي نتعاملوا معها و تنشكركم على المتابعة ديالتنا وغادي نكملوا معكم الفيديو إن شاء الله تعالى باش نجربوا ليها باش تبقى هي على خطرة كلي أنا ما كتعرفكش سي نورمال غادي نقدو النمرة ديالتها باش تبقى معنا أون كونتاكت أي حاجة احتاجتها فراه غادي نعطيوها ليها شكرا لكم جيتي بابا أنت كيف ما كتشوفوا دابا صافي سالينا جا واحد السيدة خدات هذا وغادي يجيبو عندنا الكابو ديالها هذاك ديال السلام هادشي اللي بقى لنا دابا 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 هادشي اللي بقى لنا دابا
كان نهار شاق ما ساهلش الناس كيفاش يعيشوا هذه التجربه اولا شي كل عمل ديالهم اللي هو البيع على الارصفه. اليوم كيكون حظ هنا ناكل نهار تيكون في بلاصه الناس تيكونوا مساكن تيتسناو الرزق ديالهم راه ما ساهلاش. يقول لك بلاد راه حاطين السلعه راه كيبيعوا راه كيتسناو حتى هما ملي كتكون الاسماء كتكون على كل شيء. نتمنى والله واحد يحاول يشوف كيفاش يتعامل مع الناس نتاع الناس نتاع الخرجيه او الناس نتاع البيع والشرايه ويشوفهم يحاولوا حتى هما. بيس ليك.